تعد محافظة ذمار الخزان البشرية للحوثيين الذين يمارسون سطوتهم على أبناء المحافظة واستخدامهم وقودا للحرب التخريبية التي تشنها الميليشيات في اليمن، مما كبد ذمار أكثر من 5000 شخص لقوا مصرعهم في معارك عدوانية ضد الشعب اليمني. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا ياسر ضبر، عضو المركز الإعلامي لمحافظة ذمار. مساء الخير سيد ياسر. أهلا وسهلا. بداية، يعني ما هي أبرز المعلومات المتوفرة لديكم بخصوص مصرع العشرات من أبناء ذمار ممن تلقوا تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله، وأين تلقوا هذه التدريبات؟ أهلا وسهلا بك مجددا أخي الكريم. التجريد الأخير الذي أصدرته أحد المنظمات الحقوقية وضحت أو ذكرت في تجريدها أكثر من 5000 وجريح، يعني 5000 يتيل وجريح من عناصر الميليشيات من أبناء محافظة ذمار. لقوا مصرعهم في جبهات القتال، سواء الذي في تعز والبيضاء ومأرب والجوف. هؤلاء العناصر وهذا الرقم المهول الذي ذكر في التقرير او في تقرير المنظمه الحقوقيه، هذا شيء يشكل صدمه كبيره لعناصر الميليشيات في توازنها، لان هذه العناصر تلقت تدريبات مكثفه او بذلت جهود كبيره هذه العناصر من اجل تدريبها والحاقها بجبهه القتال. هؤلاء تلقوا منهم في صعدة، تلقوا تدريبات في صعدة وفي محافظة الجوف وفي محافظة ذمار الذي استحدثوا فيها معسكرات عناصر الميليشيات واستقدام عناصر من لبنان ومن حزب الله ومن إيران. فلكن هم في هذه اللحظة باتت الميليشيات في ذمار في وضع تتلاشى وتتحاوى بشكل كبير. يعني نعم، هذا العدد يعني الذي تحدثت عنه، العدد الكبير من أبناء ذمار الذين لقوا مصرعهم في المعارك، يعني ألم يعني كيف انعكس ذلك على أبناء المحافظة؟ هل هناك أي مؤشرات على ربما تغيير موقف قيادات كثر من مواطني ذمار؟ هل تغيرت قناعاتهم التي أيدت في الفترة الماضية حرب الميليشيا على اليمن؟ بالضبط أخ كريم، هذا الرقم وهذا الرقم الكبير من الخسائر البشرية شكل صدمة حتى لأبناء القبائل، فأصبح أبناء القبائل الآن ينظروا إلى الميليشيات، يعني زعزعت هذه السجهة التي كانت تتمتع بها عناصر الميليشيات أو قيادة الميليشيات من أبناء قبائل ذمار، سواء وتقوم القبائل بإرداقهم بالمقاتلين. الآن هذه السجهة انتهت تماما، وذلك ما أمعنت الميليشيات من يعني استنزاف أبناء ذمار، سواء الاستنزاف البشري أو الاستنزاف المادي. نعم. على كل المستويات. ثانيا أنها إلى جنب هذا الرقم المهول، الإرهاسات الذي ترتكبها العناصر أو قيادة الميليشيات ليس فقط بحق المعارضين أو من يخالفوهم سياسيا أو ما إلى ذلك، بل بحق عناصرهم، عناصر الميليشيات أثناء هذه القبائل. هذا مما أثار حفيظة هذه القبائل، فأصبحت هذه الميليشيات منبوذة بشكل كبير في أوساط القبائل والمجتمع من أبناء ذمار. نعم، يعني هذا العدد، أمام هذا العدد الكبير، يعني نتحدث الآن عن مشائخ ذمار، تجار ذمار، يعني أكثرهم ربما كانوا هم ذراع الميليشيا في المحافظة، ما موقفهم في الوقت الراهن تجاه الحوثيين وما جرى؟ هو ما يجري الآن استياء على كل المستويات، سواء مشايخ سواء تجار سواء مواطنين سواء مثقفين. الاستياء هو واسع وكبير ويشمل كل أبناء المجتمع من أبناء ذمار، لكن هل يوجد يعني موقف؟ لا يوجد موقف، لأنه أنت تعرف أنه المحافظة العناصر الميليشيات تسيطر عليها بقوة السلاح
وهي يعني تقوم بارتكاب جرائم بحق عناصرها كما ذكرت لك، لا اسهل الاسباب او لابسط الاسباب، فما بالك اذا كان في مغاير او كذا. هم ينظرون هؤلاء القبائل ينتظروا شيء من الشرعيه، تقدم ابطال الجيش الوطني الى هذه المحافظه لتحريرها، سيكونوا هم من سيحرروها، لكن من اين لهم في هذه الاثناء الدعم والسند؟ هم يبحثوا عنها الان، من ينقذهم في هذه اللحظه من هذه العناصر؟ هم لسان حالهم يقولوا اين الشرعيه؟ اين الجيش الوطني؟ نحن من سنحرر دمار وسنحرر، واذا تحرر الدمار سيكون الميليشيات يعني فقدت سيطرتها عن اكثر من 4 محافظات. فبهذا نوجه رساله الى القياده الشرعيه وعلى فخامه الرئيس عبد الرب المنصور هادي، ان محافظه دمار تستغيث من لفته كريمه الى هذه المحافظه. نعم، إذا عضو المركز الإعلامي بمحافظة ذمار السيد ياسر الضفري كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.